يعني لما بنكون موجودين امام خبير ويعني احد ابناء المقاتل الجيش مقاتل من مقاتلي المصري واقول اهو ومقاتل من مقاتلي حرب اكتوبر تحديدا، بنبقى جايين مش عاوزين نسال، بنبقى عاوزين ننصت ونسمع كي نتخذ دروس وعبر. عاوزين نعرف من حضرتك ازاي قدر الجيش المصري يحول الهزيمه في 67 لانتصار 73. هو تسمحني في البدايه الحقيقه لما نتذكر اكتوبر انا بأطلق عليها ملحمه اكتوبر. نعم. لان ملحمه اكتوبر الحقيقه ملحمه عظيمه اضافه لتاريخ مصر العظيم اللي بيفتخر بالكثير من الملاحم اللي اضفت له هذه الملحمة أخيرا في عام 73. الملحمة دي لما بتذكرها الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت كده قلت طب احنا في 5 يونيو 67 حصلت النكسة ونجح الجانب المعادي انه يستولي على سيناء في 6 أيام. صحيح. ماذا كان الموقف في ذلك الوقت عشان نعرف بقى قيمة التحول اللي تم ده وعظمة المصريين في ان مهما كانت الظروف صعبة والتحديات نقول كانت كبيرة جدا. بمعنى الله بعد 5 يونيو 67 ايه اللي حصل يعني؟ الارض اتخذت، الجيش قسمنا معظم تصليح الجيش، الموقف الاقتصادي، قناة السويس اتقفلت والسياحة توقفت، الحلول السياسية لا تتم، الجانب الاجتماعي الناس كانت مشحونة ان احنا هنحقق ونحقق وحصل، وجدوا ظروف معاكسة تماما. الله طب مع كل هذه الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية واللي اعدائنا قالوا ايه ان مصر اصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة، لا الجيش ولا الشعب ولا الدولة، يعني ايه اللي حصل؟ طب ازاي بقى تحولنا من هذا الموقف الصعب الى ان في خلال 6 سنين حققت الاعجاز، انا بسميها الاعجاز، النصر اللي كان بيسمى بان هو مستحيل الحقيقه. دي كانت يعني الصوره كيف تحول اللي بتصدر، عشان كده احنا بسميها بقول ايه ملحمه تحويل المستحيل الى الممكن. أيوة. الملحمه التي قهرت الجيش الذي كان يدعي انه لا يقهر. صحيح. الملحمه التي قامت باعظم عمليه نقول الاقتحام، مانع اصعب مانع مائي في التاريخ العسكري.